السلام عليكم. بالنسبة للسؤال الأول، فزميلتكم بتقول ليه في كيو في المعادلة 2-2 في تعريف ال H E mu بيساوي 1 على كيو H C على نم. في خلال المحاضرة الأولى والثانية وإحنا بنتكلم عن الوحدات بتاعة الإنرجي، قلنا وحدات الإنرجي هي الجول والإلكترون فولت والسنتيمتر ماينس 1. في المعادلة هنا هو مديني ال H ب 6.6 في 10 سالب 34 جول بير سكند، فمستخدم وحدة الجول. السي مديها ب 3 في 10 8 متر بير سكند، والانرجي والويف لينث مديها لنا بالمتر، والانرجي مديها لي بالالكترون فولت. يبقى مدين الاتش بالجول، مدين الانرجي بالالكترون فولت، بالتالي انا محتاج احول الجول احوله الالكترون فولت علشان يكون في تناسق في الوحدات. طيب عشان احول الجول للالكترون فولت قلنا ان واحد الكترون فولت بيساوي كام؟ الاليمنتري تشارج 1.6 في 10 اس ناقص 19. يبقى احنا دلوقتي عشان احول من الجول للالكترون فولت هقسم على واحد، هقسم على كيو او اضرب في واحد على كيو. ده سبب وجود واحد على كيو في المعادلة. يبقى هو سبب وجوده ايه؟ هو تحويل للوحدات، لان احول من الجول للالكترون فولت بواحد وستة من عشرة في عشرة ناقص 19. ده بالنسبة للسؤال الاول بتاع زميلكم. السؤال التاني بتاع زميلكم كان عاوز يعرف تعريف بالانس اوف سيستم، اللي هو في خلال التكوين بتاع البي في كنا قلنا ان هي بتتكون من السولار سيل، الاريز بتاعت السولار سيل، وبعد كده بتتكون من البالانس اوف سيستم، وفي الاخر اللود. طيب ايه هو الاريز اللي هي السولار سيلز نفسها اللي مرصوصه جنب بعض؟ طب ايه هي البالانس اوف سيستم؟ قلنا ان الكرنت اللي طالع من السولار سيل بيبقى دي سي كرنت وليس اي سي. يبقى عندنا دي سي، الدي سي معظم الاجهزه ما بتشتغلش عليها، فعاوزين نعمل لها كونفرتر للاي سي. وجود الكونفرتر ده بنسميه بالانس اوف سيستم، بالانس اوف سيستم، او الدي سي كارنت اللي طالع محتاج اخزنه، فعايز باتريز. عايز ايه؟ باتريز اخزن فيها التشارج اللي طالعه علشان بعد كده بستخدمها زي ما انا عايز. فالباتريز او الدي سي تو اي سي كونفرترز دول بنسميها البالانس اوف سيستم. اللود اللي هو الابلينسز اللي انا هستخدمها، التلفزيون، الحاسبه، الكمبيوتر، وات ايفر الابلينس اللي انا هستخدمه، او حتى المصانع اللي انا هستخدم فيها الكرنت اللي طالع من السولار سيل. يبقى البي في سيستم بيتكون من اول حاجه السولار سيل اريز، المكونات بتاع السولار سيل البي في سيلز، بعد كده البالانس اوف سيستم اللي هو بيتكون من الدي سي اي سي كونفرتر او الباتريز او وات ايفر ايه الكومبوننتس اللي جوه اللي بيعمل لي موديفيكيشنز في الكرنت، اخر حاجه اللود اللي هو انا باخد منه الكرنت، وده اللي هو زي الابلينسز بتاعت اللي هم ابلينسز او المصانع او وات ايفر الحاجات اللي انا عاوز استخدم فيها في التيار الكهربي. ده اجابه السؤالين بتوع زمايلكم، ويا ريت يا ريت اللي عنده سؤال يبعته مباشره على الستريم بتاع الكورس في جوجل سكولر روم علشان كل زمايلكم يستفادوا. الاجابه هتكون بالطريقه دي والطريقه دي فقط. وشكرا.